أعلنت شركة أبل عن أول أكاديمية للمطورات في الشرق الأوسط بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة وأكاديمية طويق، حيث ستوفر الأكاديمية الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات لبناء أعمالهن الخاصة وتطوير التطبيقات وبيعها على متجر البرامج. نتحدث عن هذه الأكاديمية مع ضيفتنا من استديو الإخبارية في المدينة الرقمية في الرياض، مستشارة التحول الرقمي في وزارة التعليم الدكتور عبير الحميميد. أهلا بك دكتور عبير، مساء الخير. إذن في البداية دكتورة، كيف يمكن أن نتحدث عن هذه الأكاديمية في سياق التطور التكنولوجي في المملكة؟ مساء الخير أخوي أحمد. كما تعلم أنه خلال 5 سنوات السابقة قفزت المملكة قفزات كبيرة في مجال التقنية، نشأ عنه إنشاء هيئات حكومية رقمية مثل هيئة الذكاء والبيانات والذكاء الصناعي، هيئة الحكومة الرقمية، مشاريع استراتيجية مثل تنيوم، مثل شاهين سات التي تعتمد على التقنية بشكل كبير، تطبيقات عالية الجودة مثل توكلنا، صحتي، مدرستي، أبشر، الهوية الرقمية وخلافه. كل ذلك جعل المملكة يعني بيئة أو القبلة الأساسية للتحول الرقمي في الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك اقتصاد المملكة والتعداد السكاني، فمثل هذا الخبر افتتاح الأكاديمية أو الأخبار المشابهة يعتبر نتيجة لكل الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية. جميل. علاقة يعني إنشاء هذه الأكاديمية دكتورة وأيضا رؤية المملكة 2030 واهتمامها بهذا الجانب في مسألة التطور التكنولوجي؟ نعم، الرؤية 2030 المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة تعتمد على 3 محاور: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. أكاديمية أبل حول العالم في بفروعها 12 أو أكثر أنشأت أكثر من 1500 تطبيق ناجح ومنافس في سوق العمل، بالإضافة إلى 160 شركة ناشئة. كل ذلك يصب على الأسس التي تركز عليها الرؤية حق رؤية 2030. أضف إلى ذلك إلى أن الأكاديمية في المرحلة الأولى موجهة للنساء، مما يؤكد على تمكين المرأة وتعزيز نسبة تواجدها في سوق العمل بامتلاكها لشهادات احترافية عالمية. جميل. دكتورة عبير، يعني وزارة التعليم في خلال خطتها وكذلك من خلال مناهجها التي نشدها والبرامج، هناك اهتمام كبير في إنشاء المراكز التدريب. خلينا نتحدث عن دور وزارة التربية وعن وزارة التعليم في دعم هذه المراكز، مراكز التدريب. صحيح، معك حق. معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دائما يركز على أن الطالب ثم الطالب ثم الطالب هو الأساس في وزارة في البرامج التطويرية لوزارة التعليم. فبناء القدرات الرقمية للطالب وخصوصا القدرة على البرمجة والتصميم، نعم، كانت من المستهدفات للبرامج التدريبية الموجودة. فمن المبادرات التي عملت عليها الوزارة اللي هي مبادرة المراكز التدريب المعتمدة من أبل التي ضمت 27 جامعة حكومية في مرحلتها الأولى، بحيث أنه تكون المراكز التدريب منتشرة على رقعة جغرافية أوسع ومقدمة للبنين والبنات إن شاء الله. وكما تعلم أن مراكز التدريب المعتمدة من أبل كانت هي النواة الأولى لأكاديمية أبل الموجودة حاليا في طويق. جميل. دكتورة، يعني وأنت مهتمة أيضا في التحول الرقمي، كيف تنظرين إلى دور هذه المراكز، مراكز التدريب في دعم الجانب التقني لدى أبنائنا الطلاب؟ البرامج هذه تساعد، نعم، على أن الطلاب يحصلون على شهادات عالمية احترافية تساعدهم على المنافسة في سوق العمل. فالبرمجة الآن هي الأساس لأكثر الوظائف المطلوبة داخل سوق العمل الرقمي. جميل.
دكتورة، فيما يتعلق أيضا بدعم الطلاب في وزارة التعليم، سواء طلاب التعليم العام وكذلك التعليم العالي، دعنا نتحدث عن أبرز هذه البرامج التي تدعم الطلاب في مجال التقنية وتدعمها أيضا الوزارة. مثل ما قلت لك أخوي أحمد، فعليا أنه الوزارة تركز على بناء القدرات الرقمية للطالب. تكلمنا عن الطالب الجامعي سابقا بالمراكز التدريب المعتمدة من أبل. هناك أيضا مبادرات داخل الوزارة لاستهداف التعليم العام، طلاب التعليم العام، منها مدرستي تبرمج. مدرستي تبرمج في المرحلة الأولى كانت بالشراكة مع شركة مايكروسوفت، خرجت بنظام تدريبي أو ببرنامج تدريبي للطلاب التعليم العام، أعقبه مسابقة مدرستي تبرمج، ونحن الآن نحضر أو الفريق يحضر إلى مدرستي تبرمج مرحلة 2 المعتمدة على المصادر المفتوحة. جميل. دكتورة، هل تعتقدين أن سنشهد في الأيام القادمة أو في الشهور القادمة مع أيضا هذه الخطة التطويرية لمناهج التعليم أو لوزارة التعليم بشكل عام، نشهد أيضا مناهج التعليم العام تحتوي على يعني تفاصيل أو خطة دراسية لما يتعلق بالبرمجة والتعامل مع التقنية بشكل أكثر توسعا؟ صحيح، من واحد من يعني من المبادرات الرئيسية التي قامت وزارة التعليم بالعمل عليها اللي هو استحداث مناهج جديدة للقدرات الرقمية. فمنهج القدرات الرقمية سوف يطلق إن شاء الله بأول نسخة له يعني في خلال العام القادم إن شاء الله، بحيث أنه يعزز القدرات الرقمية عند صغار السن، الطلاب الابتدائية، باعتبار أن المتوسطة والثانوية عندهم المناهج التدريبية، قصدي المناهج الدراسية المعروفة في الحاسب. جميل. دكتورة، دعني أختم معك بهذا السؤال، هو أيضا سؤال مهم كان مفترض أن نتناوله في البداية. وزارة التعليم استطاعت أن تجذب مثل هذه الشركة الكبيرة لإنشاء هذا المركز التدريبي الضخم، هو أيضا امتداد لشراكات سابقة كانت بين وزارة التعليم وأيضا عدد من الشركات العالمية. هل نتوقع أيضا في المستقبل القريب عدد من الشراكات تقوم بها الوزارة أو أيضا بعض الجهات التابعة للوزارة مع شركات عالمية في هذا المجال؟ صحيح، الحالية الآن فعليا في التحول الرقمي داخل الوزارة نعمل على شراكات عالية الجودة مع عدد من الشركات العالمية. كانت شراكة مايكروسوفت في مدرستي، شراكة أبل في البرامج التدريبية حاليا، وممكن يكون في شراكات أخرى، الشراكة مع جوجل أيضا في مجال الذكاء الاصطناعي. هناك أيضا عدد من الشركات نعمل يعني على إيجاد مبادرات مشتركة ما بيننا وبينها، بس الحمد لله يعني الرغبة من الشركات عالية جدا، لكن الوزارة تدرس المبادرات بشكل يعني دقيق جدا حتى تكون مناسبة لتوجه ورؤية 2030 وتوجه القيادة الرشيدة. المستشارة التحول الرقمي في وزارة التعليم الدكتورة عبير المحميدي، شكرا جزيلا لك من استديوهاتنا في المدينة الرقمية في الرياض. شكرا لك.